خليك معانا اكيد هنرجع لك عشان تقول لنا كل الجديد عندك. يعني 5000 زي ما قلت لكم ب 500000 ان شاء الله صوتكم يهز الاستاد. عايز اقول لكم على مراسلينا موجودين، محمد سعيد موجود فندق اقامه النادي الاهلي، وكريم احمد كان معانا من استاد السلام، امير هشام من فندق الاقامه لفريق بيدفست، صبحي حمدان من الاسكندريه، طبعا صبحي فيه مشكله في الهواء عنده ان شاء الله يكونوا حلوها، كان معانا فيروز، وكان معانا يحيى حمزه قدموا لنا الاخبار وقدموا لنا فقره السوشيال ميديا. ان شاء الله هيبقى معانا الكابتن محمد فاروق في فقرته ان شاء الله ونجومه. معانا من الاستاد كمان النجم الكبير الكابتن شادي محمد، هيبقى معانا في استوديو من قلب الملعب ان شاء الله، هيبقى معاه النجم الكبير سمير كمونه. يعني بنحاول نعمل كل حاجه احنا ممكن نعملها، وان شاء الله زي ما بقول لكم هيبقى في كل يوم جديد، كل ساعه فيها جديد، كل ثانيه فيها جديد. ما تسمعوش، شوفوا علشان تقيموا الامور بعينيكم مش بالسمع، هيفرق كتير قوي ان انتوا تشوفوا عشان كل حاجه تبقى قدامكم على حقيقتها. كنا بنتكلم وبنشكك وبنقول وبننتقد، الحمد لله رب الحمد لله ان احنا وعدنا واوفينا. نرجع تاني لفريق بيدفست. فريق بيدفست تاسس عام 1921 في جوهانسبرغ تحت اسم جامعه ويتس، حيث اسسه مجموعه من اتحاد طلبة الجامعة، يعني طبعا فرق شاسع، لكن التواريخ قلنا نركنها على جنب. مشواره في الدوري الجنوب افريقي، تأهل الدوري الجنوب افريقي مرة واحدة 75، وتعد المشاركة الحقيقية رقم 17 لهذا الفريق، ويحتل الفريق زي ما قلنا ترتيب الدوري وصيف الدوري. يعني برضو معلومات تانية، تاريخ بيدفست في مشوار دوري ابطال افريقيا ليس مشرفا بالمرة، واتكلمنا طبعا على الكلام ده كله. طبعا جافن المدير الفني بتاعه بيحاول ان هو يصحح او يحسن شكل هذا الفريق، واكيد يا مستر جافن مش على حساب الاهلي. ان شاء الله الاهلي النهارده يكون عند حسن ظن جماهيره زي ما هو معود. الانجاز الكبير للفريق الجنوب افريقي هو المشاركه في الكونفدراليه زي ما قلت لحضراتكم 3 مرات، كانت 2004 و2011 واخرها 2015. بيدفست بيضم في صفوفه مزيج من اللاعبين الشباب والكبار، يعني فريق متناسب في الاعمار. اللعيبه المحترفه في فريق بيدفست، يعني بيملك بيدفست العديد من اللاعبين المحترفين كحال الانديه الجنوب افريقيه. قدامكم طبعا على الشاشه الملعب، ملعب استاد السلام، بيهذبوا النجيله او بيقصوها شويه، وان شاء الله يكون الجو، يعني انا قلقان من موضوع الجو ده عشان لعيبه الاهلي تلعب في جو مناسب ان شاء الله. يضم هذا الفريق 6 لاعبين محترفين من القاره الافريقيه والمحترف السابع من انجلترا. هنشوفهم كده بسرعه يا جماعه. اول محترف معانا هو اسمه وانجو من ناميبيا، هو لاعب وسط الملعب، واللاعب لويدي من بوتسوانا خط وسط، واللاعب دومينيكش من موزمبيق. طبعا اسماء اللعيبه الافارقه نطقها بيبقى صعب شويه، يعني اعذروني لو في يعني حرف طلع غلط او حاجه. اللاعب النيجيري وزيني لاعب خط الوسط، اللاعب الزيمبابوي مالجيلا وهو مهاجم، وايضا مهاجم ملاوي مهانجو. المهانجو ده هو لعيب مميز قوي عندهم، واللاعب الانجليزي جيمس كين وهو مهاجم. نشوف كده اخطر لاعبي الفريق مين. هو مهانجو هداف فريق بيدفست ومن اخطر لاعبي الموجودين حاليا، 24 سنه عنده، مواليد 27 92، جنسيته ملاوي، انتقل الى هذا الفريق في الموسم من هذا الموسم قادما من فريق جولدن ارز. المدافع الهداف بوهلي او بوهولي احد ابرز لاعبي فريق بيدفست، مميز جدا في ضربات الراس. انا مش عايز اقعد بصراحه اخوفكم، اكيد كل فريق بقى فيه مميزين، لكن دول ابرز الناس برضو الموجودين. لاعب اسمه سولاني وهو قائد الفريق او كابتن الفريق، مدافع برضو من طراز الهدافين، يجيد تسجيل الاهداف. مش عايزين نقعد نخوف الناس بصراحه، يعني اكيد في كل فريق فيه نجوم. نروح نعمل مقارنه سريعه بين مدربي الفريقين او المديرين الفنيين للفريقين. قلت لكم في جافن هانت، الجنسيه جنوب افريقي، مدرب وطني يعني 52 سنه، تولى اداره بيدفست 2013. تعد هذه المره الثانيه التي يواجه فيها النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، واجه النادي الاهلي في دور 32 حيث يودع البطوله
يعني بدري مع النادي الاهلي ان شاء الله برضو يودعها بدري النهارده. يعني دي الاحصائيات. ماشي يا جماعه، يعني حاجه جميله جدا. كابتن حسام البدري جافن هانت السن 56 سنه، هانت 52 سنه، مدير فني طبعا، ألقاب دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم شايفين. الكابتن الكبير حسام بدري لقب واحد، جافن هانت مفيش، ان شاء الله ما يكونش فيه لغايه لما تبقى تقابل نادي تاني. 20-19 الاهداف بتاعتهم، يعني كانت مرات الفوز 2016 2017 16 مره فوز، وجافن هانت 11 مره. يلا نشوف تاني الاحصائيات الموجوده قدامنا. معانا طبعا الحارسين، الحارس العملاق نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر العملاق شريف اكرامي، ربنا يحميك ان شاء الله وتحافظ على شباك نظيفه يعني لاخر العمر. الحارس الاخر حارس بيدفست دارين كيت، 33 سنه اكرامي، 27 سنه حارس بيدفست، حارس مرمى طبعا. المباراه الدوليه 17 للحارس الكبير شريف اكرامي ودارين، 7 مباريات، عدد دقائق المشاركه 1710 شريف اكرامي، 1530 دارين كيت، شباك نظيفه 16 مره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شريف اكرامي، و7 مرات دارين كيت. ان شاء الله شريف يحافظ على شباكه نظيفه باذن الله. نشوف باقي احصائياتنا. نشوف اللاعب السولاني في مواجهه سعد سمير 27 عام، وسولاني 27 عام ايضا، المركز مدافع، الالقاب 11 لقب و15 لقب، يعني نتاكد من المعلومه دي يا جماعه، نتاكد منها. عدد الدقائق 1800 دقيقه لعب فيها النجم سعد سمير مقابل 1350 دقيقه لعب سولاني. عدد الاهداف هدفين لسعد سمير وثلاث اهداف لسولاني. احنا قلنا اتكلمنا على سولاني ده، قلنا ان هو مدافع من طراز الهدافين. يلا شوف النجم الكبير احمد حجازي في مواجهه بوهلي السن 26 سنه، بوهلي 27 عام، مدافع 35 لقب، 21 لقب، الاهداف 1-4 برضو، يعني عندهم الهدافين فعلا حاجه تخوف، ان شاء الله ما يبقاش في خوف النهارده. الطول 1.93 لحجازي و 1.80 لبوهلي. يلا نروح اتاكدوا من موضوع الالقاب يا جماعه، الالقاب حاسس ان في حاجه. نشوف النجم الكبير احمد فتحي، النجم الكبير فعلا، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ونظير الي اوكي، 32 سنه، 31 سنه، جناح ايمن، خلي الالقاب دلوقتي، لكن القاب احمد فتحي 15 لقب، استحاله طبعا الالقاب اللي موجوده اكيد في حاجه. المباريات الدوليه 118 لقب مقابل 118 مباراه للنجم احمد فتحي مقابل مباراتين دوليتين لهذا اللاعب نظير الي. عدد الاهداف 1 لاحمد فتحي، لا يوجد لنظير الي، مدافعين بيجيبوا اهداف اكتر من مهاجمين عند الفريق الجنوب افريقي. يلا رجال نشوف النجم علي معلول وسي في سو هلاني، السن 27 سنة، 26 سنة، جناح أيسر، علي معلول طبعا جناح أيسر، لاعب بيدفست، الألقاب 1 لعلي 1 لهذا اللاعب. عدد الدقائق 1350 دقيقة و 1394 لأهلي. عدد صناعة الأهداف أو الأسيست 3 لمعلول مقابل 2 لمدافع بيدفست. يلا موناري لاعب يعني برضو لاعب بيقول ان هو لاعب كويس، لاعب وسط فريق بيدفست طبعا، بس مش هتيجي يعني حاجه في هذا النجم الكبير جدا الساحر.
حسام غالي. حسام غالي 35 سنة ولكن 20 سنة بيبان عليه، 27 سنة لمناري، وسط ملعب وسط ملعب. المباريات الدولية 69 مباراة دولية ما شاء الله مقابل 16 مباراة دولية. عدد الدقائق 775 دقيقة لحسام غالي، 1440 دقيقة لمناري. عدد الأهداف 16 هدف لحسام غالي مقابل هدفين للاعب بيدفيست. دي كانت أهم الإحصائيات، يعني إن شاء الله زي ما بقول لكم كل حاجة إن شاء الله هنحاول نجيبها جديدة. نطلع فاصل ونرجع لكم على طول.